إجراء تعديلات في الوزارات الخدمية بعد خروج المئات في مظاهرات احتجاجية في العاصمة طرابلس تنديداً بتدهور الأوضاع المعيشية. السراج قال إن التظاهر السلمي والاحتجاج حق مشروع للشعب، لكنه حذر من أسماهم بالمندسين المسلحين الذين ينخرطون في المظاهرات ويتسببون بأعمال تخريب. المئات كانوا تظاهروا في طرابلس أمس رافعين رايات بيضاء للتعبير عن غضبهم من تدهور الأوضاع المعيشية والفساد في بلادهم قبل أن تفرقهم قوات الأمن التي أطلقت النار في الهواء. الأمم المتحدة دعت لإجراء تحقيق فوري شامل بعد سقوط جرحى بين المتظاهرين. من جانب آخر، حمل السراج حفتر أو خليفة حفتر مسؤولية إفشال مبادرات السلام وجهود وقف الحرب. أجدد التحية بالكاتب والمحلل السياسي جلال ورغي، وكذلك معنا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الليبي الأستاذ أحمد معيوف. جلال، بداية، هذه المظاهرات التي خرجت والمطالب السلمية بشعاراتها، هل تتناسب هذه المطالب مع المشاهد التي رأيناها كلنا، تحطيم سيارات، تحطيم بعض المنشآت العامة والخاصة؟ هو أولا من حيث المبدأ هنالك غضب يعني بدون شك من أداء حكومة السراج لجهة الخدمات. هنالك خدمات شبه منهارة، انقطاع الكهرباء المستمر، المياه، ويعني الشعب الليبي فعلا خاصة في طرابلس وبعض المناطق يعني خلال الأسابيع والأشهر الماضية ارتفعت الأصوات مطالبة بتجويد وبترشيد وبحوكمة الأداء الحكومي وأيضا محاربة الفساد، فضلا على هنالك جمال احتقان حقيقي من إعلان السراج ما يسمى بوقف إطلاق النار مع خليفة حفتر. يعني اعتبرته بعض القوى أنه يعني كأنه شيك على بياض لخليفة حفتر وفلات من الجرائم التي ارتكبها، ولكن في كل الأحوال ما حصل هو فيه بالتأكيد جمال نوع من الاندساس. بعض الأطراف غاضبة مارست يعني نوع من التخريب للتشويش على المشهد في طرابلس. للأسف الشديد لا أحد يستطيع أن ينكر أن هنالك أصوات داخل طرابلس لا تزال غير يعني قابلة بالمعادلات السياسية القائمة، تريد أن تقوض كل المعادلة السياسية لدرجة أنك كما إذا شاهدت بعض الصور رفع فيها صور خليفة حفتر إلى جانب السراج وكلاهما مشطوب بالأحمر، لا يعني كأن الشعب الليبي اليوم في مل من كل الطبقة السياسية. نعم، مل من كل الطبقة السياسية. أستاذ أحمد معيوف، كيف تنظر لهذه المظاهرات؟ هل المطالب الخدمية المعيشية التي خرج بها المتظاهرون تبرر بعض أشكال التخريب التي رأيناها؟ وهل في المقابل أيضا ذلك يبرر للأمن الليبي أن يطلق النار على المتظاهرين؟ الحقيقة هي أن المظاهرات تخرج كثيرة، يعني لأن الوضع متردي من فترة كبيرة وما فيش أي مبرر لقوات أمن تطلق النار على المتظاهرين، يعني هذه مرفوضة تماما، لا معنى لها، لا معنى للقمع، لأن احنا كلنا نحلم به أن تنتهي عملية القمع ولا القبض على الأشخاص بدون قانون أو بدون إجراءات قانونية، فهذه كل الأمور مرفوضة. لكن التوقيت اللي جت فيه المظاهرة الأخيرة الحقيقة قد يضع بعض الشكوك حولها، لأن زي ما نعرفوا الآن البياني التهدية اللي صدروا من البرلمان، من رئيس البرلمان ومن السيد السراج، يعني نوعا ما خلت الناس تتفائل بالمرحلة القادمة أو على الأقل الاندفاع ناحية المفاوضات الممكنة. طب هل سيطول الوقت يعني حتى تكتشف حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي طبيعة هذه التظاهرات، وما إذا كان فعلا وراها دوافع سياسية؟ يعني لهذا قلت لك، يعني التوقيت متاحة قد يجعل فيه الشك بأن قد تكون في بعض الدوافع السياسية، لكن ليست في جوهر المظاهرة، وإنما يعني أكيد في مندسين لا شك ينصروا بعض الآراء أو يحاولوا يستغلوا التظاهر للفت الانظار لامور اخرى، لكن التظاهر في نفس الحقيقه يعني هذا امر محمود جدا، وتمنيت ان قام من فتره، يعني يجب ان تستمر، يعني استمرارها ضروري. طب
طيب أستاذ أحمد، التعديل الذي اقترحه فائز السراج، التعديل الحكومي، إلى أي مدى يمكن فعلا أن يحل هذه الأزمة المعيشية؟ هذه اللي النقطة اللي كنت بنجيها، هل التردي الأداء الحكومي ناتج عن سوء إدارة السراجة وحكومة السراجة الأزمة، أم هي ناتج عن الوضع اللي تعيشه ليبيا نفسها؟ فالحقيقة الأمرين يتداخلوا في الموضوع. احنا نعرف مثلا أن الاتفاق السياسي لم ينفذ، لم يضمن للدستور، وبالتالي أصبحت حكومة السراجة تغرد خارج السبب، يعني في خصام مع البرلمان ومع الجهات الأخرى، وصار فيه انقسام في البلد. هذا الانقسام بالضرورة حتى لو كان الوضع عادي، مجرد الانقسام سيؤدي إلى تدني بعض الخدمات. طيب واضح، ابقى معي أستاذ أحمد جلال. يعني البعض قال أنه العاصمة يعني بالكاد خرجت من حرب، من حصار خليفة حفتر أكثر من عام، وخليفة حفتر يحارب الليبيين في قوتهم بحصاره للنفط ومنع تصدير النفط، فهذه عوامل كما قال أستاذ أحمد معيوف لن ينفع فيها التعديل الوزاري. فإلى أي مدى يستطيع فائز السراج من وجهة نظرك فعلا حل هذه المشكلة المعيشية؟ لا، في تقدير التعديل الوزاري في حد ذاته والتغيير بعد الفريق الحكومي يعني مطلوب وأكثر من مطلوب. يعني يجب أن نعترف جمال أنه أداء حكومة الوفاق الوطني فيه الكثير من الضعف، سواء لجهة الدبلوماسية، الدبلوماسية فيها كثير من التراخي والضعف، يعني لم تسوق للشرعية بالشكل الكافي، لم تفضح جرائم خليفة حفتر بالشكل الكافي. إلى جانب هذا هنالك فعلا سوء إدارة لبعض الخدمات يجب أن يتم تصحيحه. في نهاية المطاف نحن في دولة يعني تحتفي يعني كشعب ليبي بانتقال ديمقراطي وبالتخلص من الدكتاتورية، من حقهم في أي وقت بدون محاولة تبرير غياب المظاهرات أو منحة بأنه الوضع استثنائي، من حقهم أن يتظاهروا فقط في إطار احترام المؤسسات الدولة، في إطار عدم التخريب، في إطار عدم ممارسة العنف. خليفة حفتر يمنع تصدير النفط ولا أموال تدخل للمؤسسة العامة للنفط، إذا من أين سيأتي السراج بالأموال؟ لا، هنالك أموال وهنالك كثير من الأرقام يتم الكشف عنها، يتم يعني التلاعب بها بطريقة غير حكيمة وتحتاج إلى كثير من الترشيد، وليس هنالك يعني أي مشكل في محاسبة، لأنه في نهاية المطاف حكومة الوفاق وهي تجاب خليفة حفتر مطلوب منها أن تمارس الترشيد في إدارتها والحوكمة، وأن تمنع أي جيوب للفساد تنخر مؤسسات الدولة، وهذا يمكن أن يحصل. إلى جانب هذا مطلوب منها أن تحمي الانتقاد المنتقدين وأن تحمي المتظاهرين، ولكن أيضا من حقها أن تتصدى لكل الذي يمارس التخريب بالتسلل داخل الاحتجاجات السلمية التي يعبر من خلالها الليبيون على يعني عدم قبولهم ورضاهم بأداء الحكومة في المستوى الخدمي. أستاذ أحمد معيوف، هل ترى رابطا بين رفض خليفة حفتر لوقف إطلاق النار وعرقلته لعملية السلام حسب تعبير السراج وهذه المظاهرات؟ الصعب الحقيقة تقول الأمر زي هذا، لكن رفض خليفة حفتر لأسباب أخرى، لأن حد خليفة حفتر الوصول إلى السلطة لن يتم إلا عن طريق كسب الحرب، وإيقاف توقف الحرب أو الوصول إلى تهدئة وإلى هدنة وإلى حوار سياسي سيفقد خليفة حفتر هذا الأمر. لكن أكيد بعض العناصر اللي محسوبة على خليفة حفتر قد تكون تندس في المظاهرات، هذا لا شك فيه، يعني لأن طرابلس يعني ليس فيها صنف واحد من البشر، يعني موجودين كل الطوائف وكل الأصناف، وفي مؤيدين لحفتر في طرابلس نفسها، فبالتالي أي مظاهرة ستحدث قد تغير وجهتها حسب كثافة المنخرطين فيها وحسب كثافة الداعين لها. لكن في النهاية يجب أن نشجع هذا النوع من المظاهرات حتى تنبه، زي ما تفضل جلال، يعني الأموال موجودة الحقيقة، يعني المصاريف اللي صرفوها على الكهرباء مبالغ طائلة جدا حقيقة، لدرجة الواحد يشكك حتى في أرقامها من كبرها،
ومع هذا مشكلة الكهرباء يعني ينقطع لمدة 10 ساعات في اليوم يعني، وما فيش توزيع عادل ليه. فهذه الأمور، هذه الأمور كلها نتيجة الإدارة. لكن أيضا أقول أستاذ أحمد، بالنسبة لعرقلة خليفة حفتر حتى لأي انتخابات تجري، هناك انتخابات بلدية جرت في مدينة طراغن اليوم، والبعثة الأممية اتهمت حفتر بإعاقتها عبر مهاجمة مجموعة مسلحة لمركز اقتراعي فيها. إلى أي مدى ترى بأن حفتر سيحارب أي عملية انتخابية تجري في البلاد؟ يعني هذه الحقيقة قناعتي من الأول، يعني في بعد الحرب في شهر مايو 2019 كنت على قناة ليبيا روح الوطن، وقلت لهم على أساس أن عملية حفتر هذه انتحار سياسي، لأن الحرب قد تكسبها وقد تخسرها، فإذا كان يكسبها كان حقق طموحاته، إذا كان يخسرها يخسر كل شيء. فهو الآن الحقيقة في مرحلة الانتحار السياسي بالفعل، لأن أي تهدئة أو أي تفاوض لن يأتي بخليفة حفتر إلى سدة الحكم، يعني هذا يتعارض مع ما يسعى إليه. وبالتالي أرى أنه لن يوافق على أي اتفاق سياسي، لأن أي اتفاق سياسي لن يشمله. الفرق بين حفتر وبين السراج مثلا، السراج هبته. تفضل أكمل الفكرة، تفضل أستاذ أحمد. أي بالنسبة للسراج الحقيقة جابت الاتفاقية استقرار، وبإمكان اجتماع مجلس الدولة والبرلمان إطاحة بالسراج وإطاحة بحكومته ببساطة لو تم التوافق بناتها. لكن حفتر ما فيش كيف أنك أنت تتخلص منه إلا إذا كان هو تنازل عن طموحاته وأدخلنا مرحلة سلام تؤدي إلى انتخابات جديدة وتتغير كل الأوجه الموجودة على الساحة. شكرا لك أحمد معيوف، الكاتب والمحلل السياسي الليبي. جلال، إلى أي مدى تعتقد بأن خيارات حفتر لا يمكن أن تتم من خلال أي انتخابات؟ والدليل على ذلك أنه حتى الانتخابات البلدية التي جرت اليوم في طراغن قام بمهاجمتها. هو جمال موقف حفتر جاء بناء على معطيين أساسيين. المعطى الأول أنه جنرال حرب أصلاً لا يستطيع أن لا يمارس السياسة، والدليل على ذلك أنه أجهض أكثر من مبادرة للحوار، لأنه الرهان الأساسي هو أن يخضع ليبيا جميعاً، كما أخضع بنغازي المكلومة اليوم بالحديد والنار بدعم من قوى إقليمية يعني تدعمه، يريد أن يخضع بقية ليبيا بالحديد والنار، ولا يؤمن لا بحوار سياسي لا بانتخابات لا بعملية ديمقراطية ولا بعملية سياسية. الأمر الثاني أن الاتفاق الذي جرى هو في الحقيقة جرى بين عقيلة صالح وفايز السراج، وبالتالي كانت فيه يعني مؤشرات على تهميش خليفة حفتر. طلع الناطق الرسمي باسم ميليشيات خليفة حفتر المسماري البارحة وأعلن انتقاده ورفضه لهذا الاتفاق، لأنه يعتبر أنه تقويض هذا الاتفاق وهذه المبادرة للتهدئة فرصة من أجل استئناف الحرب، لأنه هذا جنرال حرب لا يستطيع أن يكون موجود ويعرف نفسه إلا من خلال وجود حرب ووجود قتال، وهو ما يراهن عليه. ولكن يعني يخشى أن تكون الاتفاقية التهدئة التي أعلنها صالح عقيلة والسراج مدخلا لتهميشه بالكامل، وبالتالي تقويض أحلامه في أن يكون حاكما لليبيا على غرار داعمه الأساسي وهو السيسي، في أن يكون حاكما لليبيا بالحديد والنار وليس بعملية ديمقراطية. شكرا لك الكاتب والمحلل السياسي جلال ورغي، كما أشكركم أعزائي المشاهدين. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة برنامجنا، ابقوا معنا.